وارك طال عمرك برد الساعة واحدة بالليل ما حد حولي كل أحد جاي من مهرجان فأهلي كانوا دارين جاي عشان كذا السالفة أنا علمت كذا عشان أعلمك ليش إني ما علمت ذا المهم طال عمرك ويركب خوي وغافي تغافي عيني شوي ولا أصحى طال عمرك إلا الغبار أيوة لا أثر سيارتنا دخلت بالشبك نام خويي ودخل على الردمية ولعله ذا ودخلت بالشبك وانعدمت على طاري الفزعة قلت أنا الحين إحنا صارين كنا ولا ودي أعلم أهلي وإحنا حول بين الجوف وبين قريات ورجال نبلشم بروحي ولا ودي أضيق صدر أهلي علي وش أسوي وش أسوي يا الله يا الله ويجيك واحد طعبك تونا إحنا مسوين الحادث معه لوكس فرنسين والله ما أعرف ولا يعرف ولا لو بوصف لك شكله كدش وشورت ورجال قلت هذا قال ركب شنطك وامشي بعد حي هيدا العيب لا والله انا رجال سلمت اهل الله قلت اركب قال خوي قلت اركب حملت موتركم لا 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 قال هذا موتركم ابدق على راعي سطح جاء المرور وخلص براق حادث قال اركبوا قلت وين قال ركب يا رجال وين درب القصيم قلتي قال انا ادرس جامعه الجوف راح لم حايل اهلي اركب واركب اي أيوة والله ذا العيب انتم على دربه اي حلو القصيم عقب حايل ب 300 كيلو ويركبنا طال عمرك حنا دايخين تعبانين وبرد وحادث وغربي خلعة اي والله المهم طال عمرك الرجال الله يعصمنا وياكم مدخن شوف 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 الراجل طال عمرك ولا الحين ما ادري وش وانا بس انه قلت انا ودنا قطار حايل ودنا اي شيء بس انك سلمت امر لله يوقف محطه ويشتري لنا لوزين يشتري لنا ما ادري شلون حنا نايمين المهم طال عمرك وينزل يلوذ حسبه قال انا يعني متفضل عليهم بدخن عندهم لا لا ذب زاوي بعيده وراح ودخن الله يعصمه وجاء ولا كان والله انا اي والله المهم نمسك الخط عمرك ودايخين انا بسولف معه بعاونه لانه رجال متفضل علينا بعلمه علوم بعلمه طال عمرك بس اني ما ادري ايش اسوي اي دايخ وغافي ماسك هالخبزه وغافي من التعب والتفت على خوي نايم يا مني غفيت أخذت لي فترة وأقوم وأرفع عيني شوي وثل الرجال حاطن سماعات المسجل ما شغله يا الله فالاحترام والله ما شاء الله هو متفضل علينا المفروض يقول أبي شيء نشطن حاطن السماعات ويمشي الله يبي يقول أي والله قال وين يوم قمت أمورك زينة سوق عن قال لا لا وين تبون قلت ودنا بس القضاء حائل فلقني نخليتك تسوي والله ما يخليك خوي خوي لي صوت المهم طال عمرك وهالي ما يدرون وش السالفة ما يدرون وش العلم يا وانا ثانيه ولا قمت طال عمرك الا قال صبحهم بالخير هذه نور بريده حليله الله يرفع وصلكم بريده بريده تعدى حاجه الله يجمع دخلنا بريده من انت ما علمنا مش الله يزاخي ولا اقلط نم عندنا حلفت ما حلفت قال والله هذا فراشي وهذا دنياي واني بنام بالنفود وارجع لاهلي بحايل طيب طيب اسمك قال والله ما انا بعلمك من انا بس انك وجه. بس واضح انه طال عمرك من هالحايل وكذا ولا جويد واجدين ولكن الله يرفع قدره الى يومك والله ما انساه من دعوتي كل جميع الله يتزاخي يستاهل والله اي والله ولا يجبر قصص كثيره في واخذ سيارتي ما ادري والله وش اسمه حتى الان الله الله يتزاخي وتجي سيارتي ودخل بالورش وزينه بدون ما علم اهلي طلعت ولا دروني الحين دروني سويت حادث الحمد لله على السلامه اي الحمد لله على السلامه الحمد لله سالتك مره اذا نعست وقفت فكانت فزعه شوف يا ابو يدري من انا ولا اخذ من جميل ولا اخذ من شيء الله يفرج همه ويرفع عنه الله يجزاه خير وبيض وجهه هذه فزعه جنان السلام عليكم سلامة الله جنان بسم الله